الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذ سيد، أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ سيد. كلام الرئيس السيسي النهاردة كان من السياسة ومن العقل ومن الحكمة ومن الرشد، وجه رسائل للداخل وللخارج شديدة الأهمية في هذا التوقيت، وأيضا من مكان له دلالاته في هذا التوقيت أيضا، فماذا ترى سيادة اللواء؟ نجمع كل الكلام ده في كلمتين صغيرين. هذا الرجل فكر الاستراتيجي بتاعه راقي ويقدر يحركه كيفما يشاء. ده ملخص الكلمتين اللي انت قلتهم كلهم، من مين ومين ومين ومين. طيب نقرا الفكر الاستراتيجي ده ازاي؟ نمرة واحد، اول ما بدا يتكلم قنن المصطلحات عشان لما اعمل عمل. الو؟ ايوه يا فندم، سامعينك يا فندم. لما اعمل عمل هعمله على نتائج لكلام انا بقوله. فنمرة واحد، قنن الامن القومي وخطورته، منها الدوائر الامن القومي، والدوائر الامن القومي في الدائره الاقليميه، ويخصني في الدائره الاقليميه اشد خطرا الغار المباشر. يبقى اذا انا خصصت اي كلام عن ليبيا يبقى بيخص الامن القومي، كما لو كان بيتكلم على المنطقه الغربيه او على سيناء او على جنوب سيناء او على صحراء مصر او على اي منطقه في مصر. خلاص ده كلام كده منتهي بتقنين الوضع. اثنين، امتى اتكلمت؟ اتكلمت بعد الناس كلها ما قالت اللي هي عايزاه، اللي حارب واللي جاب مرتزقه واللي غط الطرف عن غط النظر عن اللي جابوه واتحركوا بيه واللي ليه مصلحته وساكن لغايه ما جت المصلحه عنده وقف. كل الاطراف قالت كلمتها، وهو قال مبادره سياسيه اعلان القهر، الموضوع ده يتحل ازاي؟ طيب، وجاب حفتر اللي هو قائد القوات اللي قائد الجيش الليبي الوطني، وجاب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، المجلس النواب المنتخب اللي المعترف به، وجابهم الاثنين مع بعض وقال لهم الحل كذا، يبقى لازم نعمل خطواتنا على هذا الموضوع. من ضمن الكلام اللي توصل له عشان هو قال الكلام ده في على الملأ، ان القوات في ليبيا اصلا قوات الجيش محدوده، فعمليات العسكريه الكبيره بتاعتها تنهكها، فبالتالي يبقى لازم في لقطات نفس نقدر نتحرك على اساسها وما نتسرعش. لو انتوا عايزين انا مستعد اضرب لكم الناس بتوعكم، مفيش مشكله عندي. المعاونه لما المجلس النواب يطلبني هكون موجود معاه في حاله التهديد المباشر والخط الاحمر اللي محطوط عند السرت ممنوع عبوره. وبالتالي لان ده ياثر عليه مباشر، ما بعد ذلك ما ياثرش مباشر، بيتاثر غير مباشر اذا كنتوا طالبين ان انا اعاونكم فيه اهلا وسهلا. يبقى هنا ده خطوط استراتيجيه قلتها للقيام القادمه هنشتغل عليها ازاي. وبالتالي الرسائل بتاعتنا واضحه. طيب انا عملت الكلام ده من مكتب ولا من مؤتمر شعبي ولا حاجه؟ لا، ده من اصطفاف لقوات مسلحه فيما يسمى تفتيش الحرب اللي الوحده بتاعته او التشكيل بتاعه يطلع منه حارب. يعني جاهزيه القوات المسلحه كامله، مش لسه حرف على درجات استعدادها، فده جاهز من دلوقتي. يبقى ده الرساله القويه اللي موجوده لجيش مع احدث تسليح، احدث نظم تدريب، احسن مستوى تدريبي على العالم بشهاده العالم، مش من اللي بقوله، من التدريبات المشتركه اللي انا بعملها. سياده اللواء من فضلك، أيوة. عايزك تلخص للمشاهد في رسائل، ما هي الرسائل الاستراتيجيه التي ارسلها الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحه للداخل وللخارج؟ ماشي، ما انا قلت لحضرتك اهو، انا حطيت الخطوات القادمه هعملها ازاي. لو قوات هتيجي تستهبل وتيجي بالمعنى، معلش اسف للكلمه، او تستغبى وتيجي تخش من ناحيه سرت، لا ده انا هاجي لك، لان ده خط احمر ما حدش يجي ناحيته. دي واحد. اثنين، انتوا يا شعب الليبي ويا رئيس مجلس النواب، لو انت شايف ان الجيش الليبي محتاج دعم من قوات وعندك الشباب اللي اتضرب، انا مستعد ادربه لك واسلحه لك وابعته لك. ادي نمره اثنين اهو، انا جاهز للمعاونه. ثلاثه، لو انت طلبتني اشارك معاك وتيجي وياي الخطوه بخطوه في ان احنا نحرر ليبيا، ده موضوع ثاني هنتكلم فيه بعدين. يبقى اذا بس الاول نقف الخطر، ده التخطيط. طيب هل انا جاهز للموضوع؟ اه جاهز. وبقول الكلام ده وبعلنه منين؟ من المنطقه الغربيه في تشكيل عنده تشكيل حرب، اللي هو تفتيش الحرب اللي بيطلع من الارض على الحرب على طول، مش محتاج لسه هنقعد نرفع درجه استعداد قوات ولا حاجه. يبقى هنا جاهزيه الجيش موجود.
والجيش ده قوي؟ اه قوي. وليه ترتيبه في العالم؟ ليه ترتيبه في العالم؟ الناس تشهد بذلك، بتشهد بذلك منين؟ من التدريبات المشتركه اللي بنعملها، والناس شافت مستوى تدريب الجيش المصري شكله ايه. يبقى اذا الجيش المصري قادر، قادر. اذا هي النهارده يا فندم كان النهارده كنا بنقول يعني كان بنطبق الايه القرانيه، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل،